ورشة صغيرة للخياطة بإحدى قرى محافظة الشرقية بدأت بماكينة خياطة واحدة، وكانت صاحبتها السيدة انشراح هي كل عمالها، إلى أن دعمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فتحولت إلى مصنع كبير ينتج يومياً أكثر من 1000 قطعة من الملابس. أنا كنا شغالين بمكان بس قليل، ولما حبيت أحدث المكان وأظبطه توجهت للتنمية وساعدوني وجددت مكان وظبطت مكان. احنا شغلنا الحمد لله كويس، يعني ممكن نطلع من 1200 ل 2000 قطعه في اليوم. شغل كويس، امكانياته كويسه، سواء تيشيرت سواء شيرت بولو تيشيرت بيزك، اي شغل بنشتغل. انا عندي ناس كتيره زادت، وعندي مدرسه المبارك كليه المزدوج تعليم المزدوج، عندي بقالهم 3 سنين طلبه وبعلمهم. زودت، كان عندي 10 مكنات 12 مكنة، زودت بقى 20، زودت طبعا عمال فيهم، زودت طلبة مدارس. الانتاج مغطي والحمد لله كويس، ونفسنا ان احنا نكبر مشروعنا، ان انا اصدر. عندي مشاكل كتير في التصدير، نفسي اصدر شغل. بدعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم يعد هذا المشروع مصدر دخل السيدة وحدها، ولكن معها كل هؤلاء العمال والفتيات ليكون هو أيضا مصدر رزقهم الرئيسي. أنا بروح يومين السبت وحد والأربع أيام هنا في المصنع، اتعلمت كل حاجة، اتعلمت إن أنا بقعد على المكن وبقف على المكوى وبعمل كل حاجة مع الأستاذ محمد. أنا هكمل في المصنع اللي أنا فيه ما بينه وبين المدرسة عشان أبقى حاجة حلوة وأعرف أكمل بعدين، شايف إن هطلع حاجة كويسة إن شاء الله. أنا طالبة في مدرسة مبارك كول قسم خياطة، اتخرجت السنة دي ومكملة في المصنع. أنا شغالة على مكنة أورليه وسنجل وأوفر أورليه، بتتني ديل وجيب ساعات تشييم. أبقى صنايعية وأتعلم وأدخل دخل ليا. أنا هنا صنايعية أوفر، بشتغل جنب وبشتغل كم ومراحل كتير، وتعلمت هنا في المصنع مراحل ياما، ومزود المكان يعني بنجيب ناس، وفرص العمل يعني بتبقى كتير وكده، بنطلب ناس نشتغل معانا وبنزود الإنتاج ويعني في جودة وكده. كل ما بنزود المكان الإنتاج بيطلع أكتر. ولأنه ليس للحلم حدود ولا الطموح كذلك، استطاعت أن تحول ماكينتها الصغيرة إلى مصنع ناجح وقادر على تشغيل عشرات العمال، لتكون واحدة من آلاف قصص النجاح التي دعمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق مناخ استثماري وطاقة إنتاجية تحقق ليس فقط اكتفاء السوق المصرية بل والتصدير للخارج أيضاً.